فلا ننسى إخواننا في غزة وفلسطين الذين مر عليهم الآن قرابة 6 أشهر تحت القصف وتحت الضرب وتحت العدوان، يقتلون وترمى نساؤهم وتقتل أطفالهم وهم صابرون والمؤامرة عليهم من كل مكان. لا تنسوهم من الدعاء، لا تنسوهم من السخاء، تذكروهم في كل مكان باستطاعة كل واحد منهم أن يأخذ مليار دولار ويعيش في أرقى بلد في العالم، لكنه رفض لكرامة هذه الأمة. يدافع عنك أنت وعن شرفك أنت وعن مكانتك أنت. ارفعوا هذه الأعلام في كل مكان، تحدثوا عنها في كل زاوية، اشرحوا للناس هذه القضية أنهم مظلومون ولن نتركهم وحدهم. هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى سيسألنا عنهم يوم القيامة.